أهلا وسهلا بكم من جديد. اشتكى مواطن لبرنامج يا هلا من جوازات عرعر بعد إلغاء بلاغ هروب مكفولة الذي قدم عنه بلاغ تغيب عن العمل على حد قوله، وقد رفع المواطن بلاغ هروب في تاريخ 12/8/1432 ليفاجأ بعد فترة بإلغاء بإلغاء البلاغ على حسب ما أخبره موظف الحاسب الآلي دون إذن منه. طبعا التواريخ يمكن تكون مقلوبة، العكس هو 28 أول. معي عبر الهاتف سليمان العضياني أبو فهد، هو صاحب البلاغ. أهلا وسهلا بك أستاذ سليمان. أول شيء، كيف تم البلاغ؟ قبل كم؟ على أي أساس تم إلغاء البلاغ؟ أين مكفولك الآن؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بخير أخ علي وجميع الأخوة المشاهدين. بالنور، أرفع لنا صوتك شوي يا أخوي سليمان إذا سمحت. أنا قبل 10 أيام أستاذ علي. نعم. جاني اتصال من فاعل خير، قال لي أنت عندك عامل على كفالتك، بلغ عنه صحيح؟ قلت له نعم صحيح. قال لي طيب إيش رأيك إن الرجل الآن يلغي الهروب عنه، وإنهم الآن ساعين في إجراءات نقل كفالة. طبعا انتظرت الصباح، طبعا كان يوم السبت 18/5، رحت لإدارة الوافدين عندنا في الخرج، تأخرت، قال لي نعم صحيح ملغي الجراء. قلت له طيب أنا جاء أوراقي وهذا التبليغ معي، كيف قلبي؟ قال لي خلاص أنت كان واحد تقريبا الساعة 10، قال لي تعالي بعد صلاة الظهر حتى أتأكد أنا من الجهة اللي ألغوا البلاغ. رحت بعد صلاة الظهر جيت له، قال لي والله نعم البلاغ ألغي، وإحنا طلبنا منهم قلنا لهم على أي أساس ألغي البلاغ؟ عندكم مستندات بنجيبها أبغيت البلاغ؟ كانت الإجابة طبعا النفي. طيب الآن أنا أبغى أرجع البلاغ. قال لي طيب ننتظر بس حتى نتأكد من العملية. قلت طيب الآن أنا أبغى أخذ مسؤوليتي، كيف الطريقة؟ قال لي عليك أنك تروح للجوازات الخارج، تروح للمتابعة عندهم وتسوي بلاغ على أساس تخلي مسؤوليتي. فعلا رحت لهم، أنا أشكر إدارة الوافدين في الخارج وجوازات الخارج على تجاوبهم معي. رحت أنت الخارج؟ اي انا في الخارج اصلا، انا مقيم في الخارج. وايش دخل عرعر جوازات عرعر في القصه؟ مو هذا الكلام، انه كيف الاوراق، لا كيف الاوراق راحت عرعر؟ كيف انا جاء في المساء استاذ علي كلمني ناس طبعا يتوسطون كالعاده حسب ما فهمت من الجوازات، انه اذا احد بلغ يجيك ناس يضغطون عليك وكذا على اساس انك انت تتنازل عن البلاغ. قالوا والله احنا جانا خطاب طلب نقي كفاله من مكه وعن طريق واحد مصري وما ادري ايش، طيب كيف تعرفونه؟ قال والله احنا نمون، كيف تمون يعني؟ ما هذا ما هو ثقه، اي ثقه؟ انا صراحه ما لقيت اياه. طيب شكرا لك ابو فهد. لو كلمتني بالتليفون على طول افضل من السبيكر، بدي اتكلم حتى اسمعك اكثر. عموما احنا حاولنا نكلم الجوازات لكن الحقيقه ما اعطونا نتيجه. اخر شيء طلبوا انه وش المهنه، بعدين بحثنا عن المهنه اللي هو عليها هذا المكفول، ما ردوا علينا. يا مديريه الجوازات او الجوازات كل من يمثلها، في مشاكل كثير عليكم يوميا تصير تجينا البرنامج. إذا كان عندكم مشاكل أو في نقص في العدد عليكم أن تظهروا الإعلام وتقولون معاناتكم. إذا كان في مشاكل أو فساد أو في سوء إدارة عليكم أن تحلون الوضع وتكونوا شفافين وتبحثوا عن الأسباب وتحلونها، لأنه اليوم لا يعقل في فراغات وفي شكاوى وفيها دائما. إحنا نتخيل أن إدارة الجوازات تجاوزت الإدارات الأخرى، عندهم سيستم صارم ووضوح دقة، ولكن الشكاوى تدل على غير ذلك للأسف. لكم حق الرد في أي وقت، ورح نفتح هذا الملف أكبر في الأيام المقبلة، ورح أيضا نتابع قضية أبو فهد ونشوف إيش صار فيها في الأخير.